التسالم الذي يجول في ذهن رجل عصابات وقاتل محترف. سأخبرك، أنا جون أليت، منفذ سابق في عصابة، قاتل سابق. أقسمت على الولاء للعصابة وهذه الحياة، أصبحت ثريا جدا. لكن ذات يوم انهار ذلك المجد الزائف. كان علي أن أختار بين عائلة التي هي العصابة أو عائلة الشخصية. ضحيت بحياتهم وبحياتي من أجل العصابة. نشأت في كوينز في السبعينيات، كان مكانا قاسيا للعيش. كان لدي دافع داخلي ألا أظل عالقا في هذا الحي منذ أن كنت طفلا. أردت أن أصبح ثريا. حصلت على وظيفة الأولى في ديكس ديلي، تعلمت تقطيع اللحم وصنع شطائري والحساب. أنا أكسب دولارا تقريبا في الساعة. كل ما كنت أفكر به باستمرار كان أنه لا يبدو أن هناك طريقا آخر. في المنزل عشت فقرا مدقعا. مرحبا أمي، غادر أهلي ألبانيا عندما كان بلدا شيوعيا من أجل هذا الحلم الأمريكي. كانت أمي زوجة شابة نموذجية. مرحبا. وكان أبي مجرد رجل من الطبقة العاملة يقود سيارة أجرة. لكنني لم أرغب العيش في الفقر الذي كان والدي يعيش فيه. أردت أن أخرج من تلك الحياة، وكنت سأغير حياتنا في النهاية. كان هذا هدفي. اكتشفت أن المقهى الذي كنت أعمل فيه كان مكان تسكع لرجال العصابة المحليين. كانوا يأتون متأنقين مع ساعات بيضة الثمن ومجوهرات وخواتم وألماس. لم يكن فيهم شيء لا أحبه أو لا أريد أن أكون مثله. وأدركت أن علي الخروج من هذا المقهى وأن أصبح مثل هؤلاء الرجال بطريقة ما. كان يقف هناك وينظر إلي وقل: ما الذي تنظر إليه؟ توني هو الزعيم، إنه يدير الأمور. سألته: هل هناك ما أستطيع إحضاره لك؟ ونظر إلي وقال: قدم لي خدمة، حرك سيارتي ورمى لي بمفاتيحه. كنت أعرف أن هذه طريقة دخولي. كنت متحمسا جدا أنه وثق بي لأخذ سيارته الكاديلاك بينما كنت صبيا. كنت متوترا ودرت بالسيارة وحرصت على ركنها بطريقة صحيحة. وأعطاني 20 دولارا مقابل تحريك سيارته. أجر أسبوع كامل لي، وكانت هذه بداية سعي للتواجد حول هؤلاء الرجال. في الأمام بشكل مستقيم كما ينبغي، هيا. أثناء مراهقتي علمني والدي الملاكمة بحيث أستطيع تدبر أمري في الشارع. أشعر بالضربة. كان يضربني بشدة. هيا. كان حبا قاسيا كما أظن، لكن تلك المهارات جعلتني أفهم الألم في الواقع. هيا هيا هيا، خذ هذا، اضرب اضرب. هيا. كان ذلك سيساعدني على النجاة في الشارع وأن أصبح رجل عصابة ممتازا. ذات يوم علم توني عن قدراتي في استخدام يدي وقال لي: جون، أحتاج منك أن تقوم بعمل من أجلي. أحتاج منك أن تقابل شخصا يدين لي بالمال ولم يدفع لي. كان واضحا لي أن توني أرادني أن أهاجم الرجل وأخيفه كي يدفع، لكنني لست عنيفا حقا هكذا. ومع ذلك أذكر أنني فكرت: إن أردت الحصول على النقود مثل توني، إن أردت قيادة هذه السيارات، يجب أن أفعل هذا. وقلت: لا تقلق توني، سأهتم بالأمر. كنت أقترب من المنزل وكان قلبي يتسارع بشكل جنوني. كنت أفكر: هل أعود أدراجي؟ إن عدت سينتهي أمري مع توني، لا أستطيع العودة إلى المقهى. وكنت أقول لنفسي: يمكنك القيام بهذا. رأيت الرجل يسير باتجاهي. لا أعرف إن كان الرجل قاتلا، ربما يحمل سكينا، ربما لديه مسدس. وقال: ماذا أيها الصبي؟ وكان شريرا بعض الشيء،
وقلت أرسلني توني إلى هنا لرؤيتك. وبدأ يختلق الأعذار مثل سأهتم بالأمر. وبينما كان يختلق الأعذار عرفت أن الوقت قد حان وعلي أن ألوح بالمضرب. أخذت المضرب بيدي اليمنى وأمسكته باليسرى وتابعت الضرب مرارا وتكرارا. وأيضا بينما كان يصرخ وينادي أرجوك لم أسمعه حتى، لم أرغب بالتفكير بما كنت أفعله حقا. وأخيرا سئمت من الضرب وكان مستلقيا في بركة من الدم. كنت فخورا بنفسي وقلت الآن أدفع المال الذي تدين به، وغادرت. عندما كنت في المقهى في اليوم التالي دخل توني وقال الرجل الذي زرته دفع لي، أعطاني ورقة $100 مقابل القهوة. وأردت أن أصرخ كأنني فزت باليانصيب، أنا مجرد صبي. كنت متحمسا جدا في الداخل حتى كدت أنفجر. عرف توني في هذه المرحلة أنه يستطيع الوثوق بي. وجدت منزلا ثانيا خارج عائلتي حيث شعرت بالقوة والأمان معهم وأكسب النقود معهم. كان عملي هو جمع المال باستمرار وإيذاء الناس وتهديدهم وأن أحرق الأشياء وأضربهم، وكنت ماهرا في هذا. في ذهني كل شيء كان جيدا، كنت أكسب النقود، كان سببا ليبرر حياتي الجنونية والعنف الجنوني وولائي للعصابة، أن أكون قادرا على أن أحظى بحياة جيدة. حسنا، الدرس الأول. علمني توني كيف أحمل مسدسا، لكنني لم أفهم أنني أستطيع أن أكون قويا مع هذا المسدس. يمكنني أن أكون قويا، أظن أن هذا جعلني أشعر أنني أستطيع السيطرة على العالم. إن استطعت العودة بالزمن سأخبر ولد المقهى الصغير هذا أهرب بعيدا عني قدر استطاعتك، ولا تنظر إلى الخلف. ذات يوم صعدت إلى غرفتي ورآني والدي وعرفت أن هناك مشكلة ما. قال أنت تطلق النار على الناس كالمجرمين بلا شفقة، ليس هذا ما علمتك إياه. وبدأت أرد الصراخ لن أكون مثلك، فقيرا ومشردا سأملك النقود. أردت أن أؤذي والدي بقولي هذه الكلمات رغم أنني ندمت عليها. قال أنت لم تعد ابني، أخرج من منزلي. قبل أن أغادر الباب الأمامي نظرت إلى الخلف وفكرت لقد اخترت العصابة على والدي. عند إعادة النظر أفهم أنه كان يحاول إنقاذ حياتي، لكنني لم أستطع رؤية هذا. مع مرور السنوات أصبح صبي المقهى أحد أهم المنفذين لأعمال العصابة. لم أعد أشعر بأنني صبي، أصبحت رجلا. أنا الرجل الذي حقق ذلك الحلم الأمريكي. أنا أجلب المال لتوني، وتوني يعطي النقود إلى زعيم عائلة جامبينو جون غوتي، زعيم كل الزعماء، رئيس العصابة. سمع غوتي أنني أكسب جيدا من أجل العائلة، والآن أصبح يريد رؤيتي. عرفت أن هذا كان من أجلي. كنت أصعد السلم إلى القمة. عرفت أنني لن أستطيع الوصول إلى من هو أعلى من جون غوتي. كان هذا وقتي. المرة الأولى التي رأيت فيها جون غوتي، سيد غوتي، نظرت إليه باحترام وخوف ورهبة. نظر في عيني وقال هل ستكون مخلصا لهذه العائلة؟ أكثر من أي شيء في حياتك؟ هل أنت مستعد لتمنح حياتك من أجلي ومن أجل عائلتي؟ وقلت أستطيع القيام بهذا. وقال أنت لن تتحدث إطلاقا عن أي شيء نناقشه هنا. وقلت 100%. قال أحتاج منك أن تقوم بعمل من أجلي، وأخبرني عن رجل يستغل اسمه وهو يعمل في تجارة الممنوعات، جورجي غراسو، هل تعرفه؟ قلت أجل بالطبع، إنه من حيي.
هناك قوانين في عائلة جامبينو، عليك ألا تذكر أنك تبيه الممنوعات من أجل جون غوتي على الإطلاق. قال غوتي: حسنا، تم إنذاره مرة، ولن أنذر أحدا مرة ثانية. احرص على أن تقتله، واحرص على أن تفعل هذا بشكل صحيح. أحتاج منك أن تتركه في مكان عام كرسالة. أول ما خطر في بالي: هل أنا مستعد للقيام بهذا؟ ثم من جهة أخرى قلت: كف عن الشك بنفسك واهتم بالعمل. آمنت بشكل كامل أنني أقوم بشيء مشرف. عانى لي الكثير أن أكون مخلصا لشيء آمنت به منذ أن كنت صبيا، ولم أكن مستعدا للتوقف عن هذا بعد كل هذه السنين. لا مجال للعودة. اتخذت القرار بأن أقتل جورج غراسو. طلب مني أن أكون قاتلا مأجورا لجون غوتي. إن رفضت سيقتلني جون غوتي. كنت أفهم هذا. الجزء الأساسي من خطتي كان جعل جورج غراسو يفقد إدراكه بالممنوعات ويفقد اتزانه حتى لا تكون هناك مشكلة في قتله. كنت في النادي ودخل جورج غراسو. ذهبت وقلت: مرحبا يا جورجي، هيا تعال، جميعنا نتناول الشراب. وقال: واحدة فقط، يجب أن أغادر باكرا. وقلت: تناول جرعة واحدة ولن تقتلك. بعد أن أجعل جورجي يفقد إدراكه من الشراب والممنوعات، سيرغب بمتابعة الحفلة. وقلت له: اجلس في المقعد الأمامي. وجلست خلفه لأنني من هناك سأختار متى يكون من المناسب إطلاق النار عليه في الرأس. كنا نقود في طريق هادئ، وكان يضحك وأنا أضحك. بينما كنا نمزح في مكان ما في وعيك تقول: هل سأفعل هذا حقا؟ هل سأزهق روح هذا الرجل؟ ثم صوت آخر مني كان يقول: لقد وعدت، إن لم تطع الأمر شخص ما سيقتلني أيضا بالتأكيد. كنت متوترا، هل أستطيع القيام بهذا حقا؟ وضعت طلقة في الحجرة. افعل هذا. لا تفعل، افعل هذا وحسب، سيتم قتله بطريقة أو بأخرى. لن أتعرض للقتل من أجل هذا الرجل. أخيرا أخذت المسدس ووضعته حول مسند الرأس وفعلتها. لم يقل أحد شيئا. لقد هزني الأمر حقا. لقد رحل هذا الرجل. لقد قتلته. بينما أعيد النظر في الأمر أرى أنه كان أكبر خطأ ارتكبته في حياتي. لقد قتلت نفسك بهذه الطلقة رغم أنك لست ملقا على الأرض. لقد دمرت حياتك. بعد أن قتلت جورج غراسو هنأني غوتي على هذا وقال إن الأمور ستتغير بالنسبة إلي بشكل كبير. سأعمل مباشرة لصالح جون غوتي الآن. تم ترقيتي إلى زعيم شارع. هذه أعلى التكريمات في عائلة عصابة جامبينو يمكنك الوصول إليها. كان أمرا غير مسبوق لأنني ألباني. تمت معاملتي من قبل غوتي كواحد من أفراد عائلته، وأظن أن هذا لأنني كنت جنديا جيدا وأنني أنظر إليه كأب ثان لي. سأكون محصنا كما لو أنني امتلكت المدينة. ذات يوم ذهبت لرؤية رجل من فريقي وفتحت فتاة الباب. كانت جميلة، كان هناك وميض في عينيها، كانت جذابة. قلت: مرحبا، أبحث عن أخيك. لقد أغلقت الباب وحسب. شعرت بسرور من القوة التي كانت لديها وقلت لنفسي: واو، سأحظى بهذه الفتاة.
تحدثت إلى أخيها وأعطاني اسمها كلوديا، وبدأنا نخرج سوية. كانت فتاة إيطالية تحب المنزل وتقليدية الطباعة، فهمت نمط حياتي وما كنت أفعله. إنها ليست غبية لتطرح علي الأسئلة. هذه فتاة مناسبة للزواج. في تلك المرحلة في أواخر الثمانينيات كان عملي مع الإصابة في أوجه. أنا أكسب الملايين. اشتريت قطعة عقار مساحتها 15 فدانا. كنت محظوظا لأنني رزقت بابنين من كلوديا، جوني جونيور وماثيو. لطالما كنت أتطلع لأن أحظى بعائلة كبيرة من الفتيان، لذا كنت متحمسا جدا وسعيدا. في لحظة تضحك وفجأة تتلقى اتصالا، ولا يكون هناك مزيد من المزاح. تذهب إلى الخزانة، تأخذ كل الأسلحة التي تحتاج إليها. يجب أن أذهب وأقتل شخصا. كنت مخلصا بشكل أعمى لغوتي، كنت أنفذ كل ما يطلبه مني. انتقلت من كوني منفذ غوتي الشخصي إلى قاتل ينفذ عمليات لصالحه. لم أفكر حقا بشأني، لماذا كنت قادرا على القيام بهذا بشكل جيد ولا أجفل؟ لماذا أنا قادر على أن أكون قاتلا؟ أدرك أنه شيء تدربت عليه منذ أن كنت طفلا. راقبت الناس يتعرضون للضرب، راقبتهم يموتون، اعتدت على الأمر. قادم إليك. ذات يوم كنت أشاهد التلفاز وألعب مع ابني. تم اعتقال زعيم العصابة المزعوم جون غوتي. شاهدت على الأخبار أن غوتي زعيم العائلة قد اعتقل بتهمة جريمة قتل وبتهم الابتزاز وكسب نقود باللعب والتهرب الضريبي ومجموعة من الجرائم الأخرى، ويواجه الحكم بالسجن المؤبد. لعب غير قانوني. إنه شخصية والد بالنسبة إلي. شعرت أنني دمرت، شعرت بالسوء، لكنني سمعت حينها أنهم تنصتوا على غوتي، وكان يتحدث كثيرا على هذه الأشرطة عن أشياء نعرف أنه لا يفترض التحدث عنها. سجلنا شريطا لغوتي. كان لديهم رجال كنت أعرف أنهم ينقلبون. تم سجن غوتي ويعطون الأدلة. تلك كانت اللحظة عندما انهار منزل الأوراق بالنسبة إلى العصابة وعائلة جامبينو، وأنا شخصيا عرفت أنني سأتعرض إلى المشاكل. أنا هدف لكل عدو لدى غوتي. كانت حربا هناك. ذات مساء كنا نشاهد التلفاز، انطلق جهاز إنذاري. رأيت العديد من الرجال يأتون إلى منزلي لقتلي أو قتل عائلتي، إما بدافع الانتقام لشخص أطلقت النار علي أو قتلته من أجل غوتي، أو لأنني كنت رمزا لغوتي. أخرج الأولاد. للمرة الأولى في حياتي كنت المطاردة وليس الصياد. تعالوا تعالوا، هذا شخص يحاول قتل أولادي وعائلتي. وضعتهم في خزانة غرفة النوم الرئيسية وحاولت إبقاءهم هادئين. اجلسوا هنا. طلبت منهم الجلوس بصمت. ابقوا هنا، اتفقنا. كنت أنظر إليهم وأنا أفكر أن هذه ربما تكون آخر مرة أراهم فيها. سأعود قريبا. والآن الأدرينالين يرتفع في جسمي لأخرج وأحمي عائلتي. أفكر بالشيء الوحيد الذي أستطيع القيام به، قتل أي شخص يحاول قتل أو إيذاء عائلتي. هذا ما أفعله لكسب العيش. كل ما أفكر به هو سلامة عائلتي. كنت أفكر أن أبقيهم بعيدا عن المنزل. أخيرا توقف إطلاق النار من طرفهم. عدت إلى منزلي للتأكد من أن الجميع بخير. هل أنتم بخير؟ لا بأس. وكنت غاضبا لأنهم أتوا لقتل عائلتي أو قتلي في منزلي.
كان يجب أن تكون هذه صرخة إيقاظ بالنسبة لي. كان يجب أن أبتعد. كان يجب أن أترك جودي والعصابة ورائي. ما زالت لدي عقلية الجندي. لم أستطع التخلي عن موقعي كما أظن. عندما استيقظت في الصباح التالي فهمت أنني مطارد الآن، ليس من قبل المباحث الفيدرالية وحسب، بل من قبل العصابة. كان علي التصرف بشكل مختلف. علي التأكد من سيارتي قبل أن أشغلها كي لا تنفجر. أنا في حالة تأهب قصوى. أجبت على هاتفي، وكان شرطيا اسمه إيرني. كان الرجل الذي ألجأ إليه. قال: ستوجه إليك عدة تهم قتل، عليك الهرب. آخر شيء في العالم أردت القيام به هو أن أترك أولادي وعائلتي. قطع ذراعي كان أهون علي، لكن علي حماية العصابة. علي أن أحمي جودي، وعلي أن أحمي نفسي. عرفت أن علي المغادرة. لم أخبر أولادي أو عائلتي أنني راحل. كان من الصعب جدا أن أودعهم. قبلتهم وودعتهم وهم نائمون. ضحيت بحياتهم وبحياتي من أجل العصابة. لا أستطيع التراجع عن هذا، ولن أنسى هذا إطلاقا. أعرف أن علي مغادرة البلاد حالا. فكرت ربما أستطيع أن أخفي أثري في الولايات المتحدة إن ذهبت إلى فنزويلا. شعرت أنه ربما يكون اسمي على لائحة مراقبة عند المغادرة من منطقة سكني إذا أردت المغادرة من مطار فلوريدا. بينما كنت في المطار كنت أحاول أن أبقي أعصابي تحت السيطرة. لا تبدو مثيرا للشكوك، اظهر كما لو أنك مرتاح، لكن في الواقع هو أنني أصرخ من الداخل. كنت أسلم جواز سفري للسيدة. كانت تنظر إلي: هل تعرف شيئا؟ كنت أستطيع سماع نبضات قلبي في أذني. إن أمسكوا بي سينتهي أمري، سأحصل على حكم بالسجن المؤبد، ربما أواجه عقوبة الإعدام. قالت: تقدم. وعادت. شعرت بالراحة، لكن لا، لأنني أعرف أنني سأمر عبر جهاز الأشعة. معي 60,000 دولار ملفوفة حول خصري في حزام نقود. كانت سقايا ثقيلتين كأن فيهما أسمنت. لقد انتهيت. نظر إلي الرجل وكان سيمسك بي. قال: هل لديك شيء في جيبك؟ بحثت في جيبي وأطلقت نفسا وقال: أجل، لا بأس، تفضل. مجرد الشعور كان مذهلا. أردت أن أصرخ في الداخل أنني هربت. بينما كنت أتحرك في فنزويلا كنت أبقى على اتصال مع صديقي الشرطي إيرني، وأخبرني أن الإنتربول لديه مذكرة بحث عني. لذا قصصت شعري ووضعت نوعا مختلفا من النظارات الشمسية، وحاولت أن أبدو بمظهر مختلف بحيث أبعد عني الإنتربول. قررت أنني لا أستطيع المكوث في مكان واحد، هذا ليس آمنا، يجب أن أستمر بالتنقل. كنت متوترا وقلقا ومرتابا. هل سيلاحظني أحد؟
غادرت فنزويلا وذهبت إلى كيوبا ثم إلى كولومبيا، جزر الكيمان، جامايكا، الأرجنتين، الأورغواي والباراغواي. كنت في حالة تنقل مستمرة، كنت بائسا لكنني كنت حرا. كنت أسير في الشارع أتساءل من يلاحقني. لم أستطع كسب الأصدقاء، لم أستطع التحدث إلى أي شخص. أرى عائلات في المتنزه، وكنت أفضل أن أتعرض للطعن أو الضرب بعصا على ألم مراقبة العائلات الأخرى يلعبون ويتعانقون ويتبادلون المحبة. أتساءل ماذا يفعل أولادي؟ هل يفتقدونني؟ أريد إجراء اتصال بعائلتي، لكنني أعرف أنهم يتنصتون إلى الهاتف، لذا لا أستطيع. أفكر بشأني، أين ستسير حياتي هكذا من نزل إلى آخر من دون أصدقاء ولا عائلة؟ وأدركت أنني في حبس، لكنني لست في السجن بعد. كنت أتنقل من بلد إلى آخر منذ حوالي سنة. سافرت إلى البرازيل. أخيرا وجدت مكانا شعرت أنه وطني نوعا ما. بدأت أفكر أنني ربما أستطيع بناء حياة جديدة هنا، وأستطيع إحضار أولادي إلي، وأستطيع إحضار كلوديا إلي. الحلم بهذا بقي في ذهني، ربما أستطيع تحقيق هذا. ذات يوم كنت أسير على الشاطئ، نظرت إلى الأعلى، رأيت طوافات، ثم خطب ما، ثم استوعبت الأمر. المكان هادئ تماما، وهذه كوبا كوبانا، هذا ليس ممكنا. وبينما كنت أنظر إلى أعلى لا أريد النظر إلى الأسفل، لأنه ستنتهي حياتي. يا إلهي، لا بد من وجود مخرج، لطالما وجدت مخرجا. كان كأن شخصا أطلق النار علي بالفعل. عرفت أن الأمر انتهى، وكان قد انتهى. قال لي عميل المباحث الفيدرالية، يمكنك العودة إلى الولايات المتحدة، أعطني معلومات عن العصابة ولن تدخل السجن. فكرت أنني إن بقيت فهناك احتمال أنهم لن يحظوا بدليل لإعادتي، لذا سأتحمل أي شيء علي تحمله لأبقى مخلصا للعصابة. خطأ كبير. سجن آري فرانكو مشهور بالقتل والتعذيب، عنيف جدا. عرفت أنني ذاهب إلى الجحيم. عندما دخلت السجن، ما إن دخلت ذلك المكان، سمعت الجميع يصيحون: غرينغو، غرينغو أمريكانو، غرينغو مافيوزو. سمعت ما يكفي من القصص والشائعات عن رجال يقتلون هنا كل يوم. أوقفوني خارج زنزانة وقالوا لي: انزع ملابسك. نزعت قميصي، وفجأة، هذه ليست الولايات المتحدة، إنها ليست كذلك. سأتصل بمحامي، هذه ليست العصابة، خسرت كل المراتب هنا، أعرف أنني في الجحيم. أنا مقيد بالأصفاد من الخلف، مربوط بالسلاسل، تم إحضاري إلى الباحة. الباحة مليئة بالزجاج، طلبوا مني نزع حذائي، وطلبوا مني السير، وأنا خائف جدا من أن أطأ على الزجاج، ودفعوني للسير. وكانوا يضحكون جميعا. لم أكن أستطيع تحمل الألم، أريد التوسل إليهم، أرجوكم دعوني أتوقف. وأخيرا دعوني أتوقف.
وقلت حمدا لله. ثم فجأة قال غرينغو ستموت اليوم. وأظن أن هذا كل شيء. فكرت بحياتي قبل أن أموت. رأيت صورة أولادي، صورة كلوديا، ثم سمعت صوت ضربة. فكرت أنني أعاقب على الأذى والتعذيب والجرائم التي ارتكبتها. حان دوري لأتحمل الألم. كنت في أمس الحاجة للتحدث مع كلوديا وأولادي. تمكنت من تهريب هاتف من أحد النزلاء في زنزانتي. مرحبا جون، هذا أنت؟ وكل ما كانت تقوله باستمرار، كل ما يقولونه فقط، هو هؤلاء الناس الذين قتلتهم، العصابة. جون، هل هذا صحيح؟ كلما بكت أكثر شعرت بذنب أكبر وقلت أرجوك لا تبكي. خنت عائلتي، اخترت العصابة عليهم، وكان هذا قراري. تحولت الأيام إلى أسابيع، والأسابيع إلى أشهر. السجن في البرازيل علمني نوعا جديدا من التعذيب. لم يكن مجرد تعذيب جسدي، بل كان تعذيبا ذهنيا. أنت لا تعرف ماذا سيفعلون بك. ما زلت أقاتل لتسليمي كمجرم. لا أعرف متى سأخرج من هذا الجحيم. بعد سنتين ونصف من التعذيب والعيش في هذه الظروف، أتت الشرطة العسكرية لأخذي. خرجت من زنزانتي، عميل المباحث الفيدرالية بانتظاري، وابتسم لي. مرحبا جون. قالوا سيتم تسليمك ثانية إلى الولايات المتحدة. أصدقاؤك في العصابة كانوا يجتمعون مع المباحث الفيدرالية. لم أستطع تصديق ذلك. الرجال يشون بي. تركت أولادي، تعرضت للتعذيب، كنت مستعدا للموت لأبقى مخلصا لحياة. رفض هؤلاء الرجال البقاء مخلصين لها. يا لمن أحمق. أخلصت للعصابة الأمريكية وبولائي لهم مهما حدث، حتى الموت. عندما قلت هذه الكلمات لغوتي كنت أقصدها وعشت وفقها. أخبرني العميل الفيدرالي، يمكنك أن تواجه عقوبة الإعدام، إما هذا أو تعطينا معلومات عن أصدقائك. أخبرت العميل الفيدرالي، لن أخبرك أي شيء حتى إن حكمت علي بالإعدام. رغم أنني تعرضت للخيانة من قبل العصابة، ما زلت مخلصا لهذه الحياة. إلى هذه الدرجة كنت مجنونا. كم كنت أحمق أفكر بهذا كل يوم. ما الذي كنت أفكر به؟ إلى سجن فالكنبرغ. أخذت إلى الزنزانة المنفردة. لم ترغب المباحث الفيدرالية بأن أتحدث إلى أصدقائي، لا من العصابة ولا لأي شخص آخر. كنت تحت المراقبة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. كان هذا أسوأ من السجن في البرازيل، لأنني كنت أعلم أن هذا ما سأعيشه لبقية حياتي. لم تكن لدي فرصة لأكسب هذه القضية. لم تكن لدي فرصة بالحرية. كانت هذه هي المحطة الأخيرة بالنسبة إلي. هذه هي الحياة وربما الموت. وكل ما كان علي فعله أن أقول حسنا سأتكلم وسينتهي الأمر. لكنني آمنت بالحياة.
آمنت بالعصابة وكنت سأموت قبل أن أتحدث ضدهم. كان قد مر نحو 4 سنوات لم أرى فيها أولادي أو كلوديا، وكنت أتحرق لرؤيتهم ثانية. أخيرا حال يوم الزيارة. عندما دخلوا أبنائي لم أصدق كم كبروا. أحمل قلبي إليهم. قبلت الزجاج، أخبرتهم أن يضعوا أيديهم هناك. كنت أحلم بأن أخبرهم كم أحبهم وهم يخبرونني الأمر ذاته، وتوقعت منهم أن يعودوا إلى الطريقة التي كانت بها الأمور في السابق من أجلي. نظرت إلى كلوديا التي لم تستطع النظر في عيني وانفجرت باكية. لم أعد أستطيع القيام بهذا. لقد تركتنا، اخترت العائلة الخطأ، انظر ماذا فعلوا بك. وخرجت من الغرفة. كنت أحاول التظاهر بالقوة من أجل أولادي، لكن ابني الآخر قال: أخبرتك أمي الحقيقة، كيف يمكنك تركنا واختيارهم؟ لقد آذيتنا، آذيت أمي، أحبك لكن يجب أن أغادر. وكان هذا كل شيء. أردت أن أموت. من المستحيل التراجع عن هذا القرار. ضحيت بعالمي من أجل عالم غوتي. بدأت أفكر ماذا دهاني. أحب هؤلاء الأولاد كثيرا، لماذا سأختار جون غوتي بدلا من أولادي؟ وبدأت أفكر عندما كنت ولدا صغيرا في المقهى، وكم أصبح هذا الولد البريء مجرما. مع كل ذلك القتل، مع كل ذلك العنف، مع كل ذلك الألم، بررت هذا أنني كنت جنديا مخلصا صالحا. كانت كذبة، كل ما فعلته كان شرا. استوعبت الأمر أخيرا، لم أكن مشرفا، كنت فاشلا. نسيت الأمر أخيرا. كنت سأقوم بالتصرف الصحيح والتحدث مع الحكومة. أخبرت المباحث الفيدرالية بكل شيء عرفته عن جرائم القتل التي ارتكبتها ومن أجل من ارتكبتها، جون غوتي. بالمقابل حصلت على حكم مخفف ل10 سنوات بتهمة جريمة القتل والابتزاز. عندما أعيد النظر إلى الأمر الآن، أريد أن أقول كم أنا آسف على ماضي، كم أنا آسف من أجل عائلة ضحاياي. كنت خجلا مما فعلته وأردت تغييره. وعدت نفسي أنني سأمضي بقية حياتي أعتذر عن خطاياي. أتمنى لو أن ثمة طريقة أستطيع فيها التراجع عن كل العنف، كل الألم، كل القتل. بعت روحي للجريمة. كيف أستطيع استعادة ماضي؟ أتعلمون أنا رجل قوي، لكن عندما لا أكون هنا أبكي مثل الآخرين جميعا. أنا عازم على تعليم هؤلاء الأولاد واقع العصابة. إنه ليس مبهرجا، إنه ليس صالحا، ليس سعيدا، إنه طريق مسدود يدمر حياة الناس. كانت حياتي فوضى، والآن حياتي تتعلق برسالة. تخليت عن والدي وعن أولادي وعن حياتي من أجلهم، وكان أغبى ما قمت به في حياتي، وسأحرص على ألا يفعل ولد آخر هذا.